احنا المرشح تاعنا وصانا باش ما نكذبوش على الناس، هو ما يكذبش على الناس وكي يوعد ينجز، واحنا ما نكذبوش عليكم. انا حنا نشوفوا فيه باللي مطلب ضروري ولا بد من انجازه. انا ساسعى جاهدا لايجاد الحل النهائي لهذه المعضله. المطلب الثاني، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. المطلب الثاني، وهذا هو المطلب نتاع كل الجزائريين حيثما نزلنا، كلهم يحبوا باش المركز العمراني نتاعهم يرقى الى ولايه، الى بدايه ممكن ما يسمى بمقاطعه اداريه ومن بعد ولايه كامله الصلاحيات. المطلب هذا شرعي، كل واحد ماذا به يكون قريب مركز القرار. انما احنا اليوم احنا باش ندعموا الآلة الاقتصادية، الآلة الإنتاجية، نكذبوا عليكم لو كان نقول لكم باللي من اليوم الغدوة كل المراكز بمستوى القنطرة راه يطلع ولايات. هذه لازم تخضع إلى دراسة تاع تهيئة الإقليم ككل.